بداية أيام أحزان ومصائب العترة الطاهرة عليهم السلام. أول يوم من محرم هو أول يوم من شهر العزاء على أهل البيت عليهم السلام، وهو يوم عزاء جميع الأنبياء والملائكة وأتباعهم ومحبيهم. جاء في الرواية: إذا هل هلال المحرم أول الشهر، نشرت الملائكة ثوب الحسين عليه السلام وهو مخرق من ضرب السيوف وملطخ بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر فتنفجر دموعنا. يقول الريان بن شبيب: دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم فقال لي: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساءنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترعى لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات 7 والأرضون لقتله.